في الذكرى الثانية لتوقيعه، ماذا قدم اتفاق التطبيع مع إسرائيل للمغرب وماذا خسر؟ مع صناعته التاريخ رياضياً للعرب وأفريقيا في المونديال، أي خلاصات لاحتفال أسود الأطلس والجماهير العربية بالعلم الفلسطيني؟ وهل سقط مشروع التطبيع التربوي والثقافي؟ بإيجاز لهذا الأسبوع مع عضو الأمانة العامة في المؤتمر القومي العربي الأكاديمية المغربية دكتور خديجة صبار. بإيجاز يأتيكم الاثنين الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القدس الشريف، 7:30 بتوقيت المغرب.